متابع للشأن الإيراني يترقب نتائج محادثات فيينا والجولة الأخيرة التي أعلنت عنها السعودية للمفاوضات مع إيران في الوقت الذي ينشط به الرئيس الإيراني بزياراته المتعددة ومواقفه جراء القضايا العالمية. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل العتوم المتخصص في الشأن الإيراني. دكتور صباح الخير وأهلا بك في أخبار السابعة. السؤال الرئيسي، هل عادت إيران إلى طاولة الحوار وبدأت في بناء علاقات مع الدول العربية؟ وهل تتوقع أن تنجح المباحثات فيما يتعلق بالمشروع النووي؟ صباح الخير. أعتقد أن الأمور تتجه باتجاه إبرام مؤقت بين إيران ومجموعة شمس زائد واحد. هنالك ثلاث مسارات أساسية تم التفاوض حولها فيما يتعلق أولا برفع العقوبات. الإيرانيين اتفقوا مع الولايات المتحدة الأمريكية على رفع 1000 من هذه العقوبات، المتبقي هو 636 عقوبة، وهي ليست متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، متعلقة بالحرس الثوري الإيراني، دعم إيران للإرهاب، دور إيران مزعزع للأمن والاستقرار من خلال مداخل الأزمات الإقليمية. الإيرانيين معاذ تحدثوا عن نقطة مهمة ومحورية، وهي ما يتعلق بالتجميد والتعليق لبعض هذه العقوبات من خلال ما يعرف بسياسة الامتثال مقابل الالتزام وسياسة الخطوة مقابل الخطوة. الأمر الثاني هو ما يتعلق بالضمانات. طهران تريد ضمانات خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تنسحب من أي اتفاق مستقبلا قد يتم إبرامه، وهذا الأمر في واقع الأمر لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تقديمه، لأنه في واقع الأمر ربما قد تسعى إلى تقديم بعض الضمانات مثل إعلان إدارة الرئيس بايدن الالتزام بهذا الاتفاق المزمع إبرامه ما بين الطرفين. لكن الإيرانيين يتحدثون عن أهمية وجود ضمانات أخرى مثل إعلان سياسي من الكونغرس، إعلان سياسي من البرلمانات الاتحاد الأوروبي، نعم، وإيداع هذا العقد من في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى ما يعرف بمحاولة تحديد الالتزام بهذا العقد خاصة، نعم، من جانب رؤساء دول الاتحاد الأوروبي. نعم. الأمور تتجه نحو إبرام اتفاق مؤقت في نهاية الأمر. الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق هو الدول العربية والحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب الدكتور، اليوم نرى إيران في زيارات متعددة إلى دول عربية، وأيضا نرى أخبار حول الدول العربية وإيران. هل سيشهد عام 2022 مصالحات إيرانية عربية؟ نتوقع ذلك؟ الإيرانيين ساروا فيما يعرف بالمسار الثاني، وهو محاولة التوسل بسياسة تشنج جداي أو إزالة التوتر مع العالم الخارجي. إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي أعلنت أنها معنية بتطوير العلاقات مع بعض الدول، مع الدول العربية لا سيما الدول الإقليمية وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار كان هنالك 4 جولات من اللقاءات المتعددة ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، محاولة تنقية الأجواء مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغير ذلك من هذه الأمور. لكن بعتقد أن هذه الأمور لن تنجح في ظل سياسة إيران ووجودها عبر الحريق الإقليمي. إيران موجودة عبر الأزمة السورية من خلال 45 ميليشيا، موجودة في الأزمة العراقية عبر أيضا الميليشيات الموازية التي قامت بإنشائها. اليوم نتحدث عن 35 ميليشيا. دور إيران أيضا في دعم الحركة الحوثية، حزب الله وتفريعات الموجودة في المنطقة، تدخلات إيران خاصة فيما يعرف بسياسة المزدوجة التي تمارسها ما بين سياسة الدولة وسياسة الثورة، هذا بشكل عائق حقيقي. إيران لم تنجح حتى بعد انتصار الثورة الإيرانية من أن تقيم علاقات مبنية على الشفافية والصراحة والوضوح، نعم، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، نعم، وهذا أربك العلاقات العربية الإيرانية. أعتقد أنه لن يحدث هناك تقدم يذكر في هذه العلاقات خاصة في ظل السياسات الإيرانية الحالية والسياسات الإيرانية الممنهجة للتدخل في الإقليم. نعم، شكرا لك دكتور نبيل العتوم الخبير في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف.